احنا النهارده اصل حلقتنا كانت مستفزه جدا بالنسبه لنا. النهارده هنتكلم في موضوع الانانيه، الشخص الاناني. مين هو الشخص الاناني؟ طبعا كنا قاعدين شد وجذب طول الوقت قبل الحلقه عن مين هو الشخص الاناني، وان كلنا انانيين بس بنسب مختلفه. يعني السمه دي ممكن تكون موجوده في عدد كبير جدا من البشر، بس ممكن الواحد مش واخد باله. يعني كل واحد اناني مش حاسس ان هو اناني، هو حاسس ان هو بياخد حقوقه في الحياه عادي جدا، انا مش اناني ولا حاجه. ممكن واحد نسبه الانانيه عنده مش كبيره، وواحد نسبه الانانيه عنده كبيره جدا، مش كده؟ مش كنا بنتكلم في كده يا بنات؟ ايه رايكم؟ كنا بنتكلم في كده، بس انا شايفه ان احنا محتاجين استاذ احمد يبقى داخل معانا هنا على الهوا، مش بس يبقى معانا على الاير بيس عشان نستعين برايه. استاذ احمد سنجاب رئيس تحرير البرنامج. لا يا استاذ احمد مش هتقطع. بيقول للساده المشاهدين، هشاهد الساده المشاهدين عليك، عايز يقطع الصوت عليا؟ لا مش هيحصل. هو استاذ احمد اسمه من وجهه نظره ان الستات هي الانانيه مش الرجاله. بنسبه 90% كان بيقول كده، ان الستات بنسبه 90% انانيين، وانا بقول له لا يا استاذ احمد، بنسبه 90% الستات بالعكس مش انانيين. ومش هقول نسبه 90% ان الرجاله ممكن تكون انانيه، لانه برضو دي نسبه كبيره قوي. نخليها 70 علشان الاستاذ احمد ما يزعلش. 70. احنا مش هناخدها بنسب، احنا هنقول ان دي صفه شخصيه. بس انانيه احتياجي لحاجه، يعني انا انانيه عشان بحب حاجه معينه، بس انانيه بالصفه اللي هي ممكن ابقى مثلا حياتي كلها تتهدى، او مثلا افشل في علاقتي الزوجيه، او ابقى انانيه عشان خاطر مش عارفه ادي لولادي ولا لجوزي ولا لبيتي ولا لاهلي اي حاجه. انا كده ما بحبش نفسي. اللي بيحب نفسه بيعرف يدي للقدام وبيبقى عطاء جدا للقدامه. انا بحب مثلا يبقى شكلي حلو، فبالتالي هبقى مثلا نفسي بنتي يبقى شكلها حلو، البيت شكله حلو، هبقى عطاءه. لكن الانانيه بقى احنا بنتكلم النهارده على الاناني اللي هو الانانيه المرض، اللي هو ايه؟ مش عايزه ادي كده، مش عايزه ادي مراتي ده، مش عايزه ادي، بخيل حتى على عيالي، حتى لما بكون عايزه اجيب، لا اجيب لنفسي وما اجيب لهمش. دي بتبقى صفه اكتسبها منذ الصغر، ممكن تكون لاسباب مثلا من الطفوله، ممكن يكون كان طفل وحيد، ممكن خد على ان كل حاجه وكل الاهتمام وكل الهدايا وكل اللعب بتجيله هو بس. على فكره عشان كده احنا بننبه برضو كل الساده المشاهدين، لو في حد عنده طفل وحيد يا ريت لما تجيب له لعبه يكون معاه مثلا ولاد خاله وجيرانه واي حاجه يلعبوا مع بعض كلهم باللعبه دي، يعني يبقى عارف ان مصدر السعاده ان اللعبه دي عشان ننبسط بيها كلنا، هي بتاعتك بس انت هتفرح بيها الباقي، ان كلنا هنلعب بيها كلهم. والله برضو يا مها مش شرط، يعني في ناس بيبقوا عندها يعني ولاد كتير بالاربعه وبالخمسه، عندهم اللي هو اخر العنقود ده، تاخده على جنب، خد ده كل كويس، ما تديش لحد. او الولاد بالظبط كده، انه الانانيه في العلاقات الزوجيه بتيجي اصلا من تربيه الام للراجل، لانه تربيه الام للراجل ان هي بتعمل له، هو برضو الام بتبقى حنونه جدا وعطوفه جدا على الولد ده، لدرجه يعني هي بتعمل له كل حاجه لحد سن كبير، يعني بتساعده في كل حاجه لحد السن الكبير، بتحط له الاكل وبتعمل له هدومه وبترتب له الحاجات المنعكشه في اوضته وتشحن له الموبايل. اشمعنى الولد مع انه عنده مثلا اخت او اختين؟ مش عارفه بقى ايه الحكايه دي مع الامهات. هل في علاقه، تعالوا نفكر فيها كده، هل في علاقه بين الانانيه وبين ابن امه؟ شويه. طبعا ابن امه كده، هي الام اصلا اللي هي بتخليه يكتسب الصفه دي منها، انها كل حاجه بتعوده، كل دي خد دي، ما تديش لحد ده، خليه لوحده، بتبقى ممكن يكون من كتر حبها. المهم ان الطفل يبقى ده كويس، بقى اناني او مش عارف يبقى عطاء وبس. فطبعا دي مشكله برضو، مش عارف يبقى عطاء لحد. وتيجي تكلم البنت تقول لها مثلا سوي سرير اخوكي، اعملي شايله اخوكي، اغرفي له الاكل، مش عارفه اغرفي له الاكل، كل حاجه. وممكن لما تعترض تقول لها ازاي احسك عينك ترفعي صوتك على اخوكي، مع انها ممكن تكون الاكبر. بس برضه لا، هي بتبقى برضه التفرقه في المعامله دي، او التمييز الولد شويه عن البنت في التربيه. يعني لو في حاله ان احنا بنتكلم ان هو عنده اخوات، ده بيسبب ان الراجل بيكون عنده انانيه وما بيبقاش عارف يتعامل مع مراته بعد كده، وعلى فكره بعد كده كمان مع ولاده، لان هو فعلا ممكن يبقى عايز الاهتمام كله بتاع مراته منصب عليه هو بس. الاكل يبقى يعني هو ياكل الاول، حاجه بقى شبه بنرجع تاني للسيد، ياكل هو الاول، حاجته هو تبقى جاهزه الاول، هو يبقى مبسوط الاول حتى في احتياجاته اليوميه. بالزبط. مش مهم حاجته ملباه الاول قبل اي احتياج تاني بالظبط. ودي